انت لعبت مباراه عظيمه النهارده وتالقت النهارده، ولغايه دلوقتي انت جايب من المية دول 55 نقطه، تستحق منا كلنا كل التقدير. السؤال الاخير لجامعه بي او اي، معلومات عامه، والسؤال هو: ما هو الطائر الذي تطحن معدته الحجارة التي تدخل خطأ إليها؟ أحمد إبراهيم إجابتك بجعة. البجعة. البجعة بعشر نقط. في إجابة تانية؟ في إجابة تانية حاجة الكستانوني. أحمد، البجعة إجابة خاطئة. علي إيهاب إجابتك؟ النعامة. النعامة. النعامة، البجعة والنعامة. قبل ما أقول لك إجابتك صح ولا غلط، النهاردة أفضل لاعب معانا بـ 55 نقطة أحمد إبراهيم من بي أو إي. برافو عليك يا أحمد، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. علي إيهاب، النعامة بعشر نقط، إجابة صحيحة. هبلك بي او اي، لعبتوا مباراة قوية جدا، وأكيد بإذن الله هنشوفكم في مواسم جاية. ألف مبروك جامعة حلوان، 125 نقطة، تأهلتوا في دور الثمانية.